مشاهدين انفاس بريس، حنا معنا الفنان محمد حراقه مباشره من مقبره مدينه الرحمه. كيفاش تلقيتي الخبر ديال هرمين ديال المسرح السي عبد الطيف هلال الامس واليوم عبد القادر البداوي؟ والله الخبر ديال ملي غادي تسمع واحد استاذ ولا اساتذه انهم توفى، وراه الخبر شويه صعيب. فالله يرحم الحاج عبد اللطيف هلال، الله يرحمه ويوسع عليه ويجعله من اصحاب الجنه. صديق اشتغلت معاه، رجل كريم ما كيبخل على حتى شي واحد، كيحترم فنه، كيحترم الناس، عزيز على الجميع والجميع عزيز عليهم. السي الحاج عبد اللطيف هلال الله يرحم، واحد من الاهرامات من المناضلين الكبار ديال المسرح، والسي عبد القادر البداوي الله يرحمه والله يجعله من اصحاب الجنه. امين. هذاك الرجل استفدنا منه كثير، جلسنا معاه استفدنا منه، اعطى الكثير للمسرح المغربي، ناضل من اجل المسرح المغربي. كان نتمنى العائله ديالو باش يصبروا ويجعل محبته صبر للجميع، للعائله ديالو للعائله الفنيه، وكنتمنى ان شاء الله الرحمه لجميع المسلمين اجمعين ولوالدينا. وشكرا لكم انتم اللي كتبعوا الفنان وكتبعوا الجميع باش تعرفوا وتكونوا انتم من المناضلين الكبار ديال الفن. شكرا وعزاؤنا واحد. معنا دريس سبتي مخرج مسرحي وهو رئيس فرع الدار البيضاء للنقابه المهنيه للفنون الضرابيه. شي كلمه في حق المرحوم؟ اللي غنقولوا انا لله وانا الى راجعون، الله يرحمه والله يغفر له. صعاب هاد الناس باش نفتقدوهم. ملي تنتكلموا على الاستاذ عبد اللطيف هلال راه تنتكلموا على يعني واحد النموذج اللي كو كان عالميا غيكون عنده صدى عالمي. السي عبد اللطيف هلال لا من خلال الاداء ديالو، لا من خلال الاخلاق ديالو، الاناقه ديالو، يعني فنان حقيقي بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وكان في واحد الفتره راه كانت يسمى بالموندو المغرب، يعني كوجه كحضور كجسد تبارك الله من اهرام الفن في المغرب. اكيد. وكتلقيتي الخبر ديال اليوم ديال الفنان ديال عبد القادر البداوي؟ يعني فقدنا يعني اهرام في الساحه الفنيه. هو السنتين الاخيرتين راه فقدنا يعني اوراق تتساقط، يعني صعيب لان تنحس، المهم احساسي انا تنحس بان يعني بحال صافي اصبحنا ايتام، يعني بهذه العباره ايتام، لان ما كاينش ناس اللي غيعوضوا هاد الناس بغينا ولا كرهنا. عبد القادر البداوي كفرقه، كتاسيس ديال مؤسسه، تاسيس ديال مجموعه ديال الناس اللي تيمارسوا دابا ولا اللي كاينين في الساحه ولا اسماء تنعرفهم راجين من هاد المدرسه ومن المدارس اخرى كذلك ديال الطيب الصديقي ولا مجموعه ديال دونك هاد الاهرامات منين تيمشيو راه بالنسبه حنا كممارسين كوحدين حلينا عينينا لقيناهم تيمارسوا. إذا راه بالنسبة بحال فقدنا والدينا بحال يعني صعيب، وهاد الناس صعيب يتعودوا. تنقول صعيب بمعنى أن ماشي غير كفنانين عاديين، كفنانين يعني اللي يعني مبدعين اللي فاهمين أشنو باغي الشعب أو المجتمع المغربي. مناضلين قراو. سي عبد الطيف هلال راه كان في التعليم، من بعد جا دخل مع طيب الصديقي بحال يعني كان طيب صديقي مدرسة من المدارس، بمعنى أن بغي مثلا سي عبد الطيف يعاود لك مثلا الوقت اللي دخل وكيفاش تيضربوا هما المطرقة، كيفاش هما تيصوبوا الديكور، هما تيصوبوا السينوغرافية ديالهم، هما تيصوبوا الضو ديالهم، هما ماشي غير كممثل وصافي، يعني كواحد اللي مسؤول وتيخاف على العمل خصو يدوز مزيان. معنا الفنان سي محمد براحو فنان مسرحي، كيفاش تلقيتي الخبر ديال الفقيد عبد الطيف هلال؟ الخبر كالفاجعه، يعني الامس عبد الطيف هلال واليوم عبد القادر البداوي. الله يرحمهم جميعا، انا لله وانا اليه راجعون. سي عبد اللطيف الله يرحمه كان انسان طيب، كان فنان خلوق، وكان ممثل مرموق،
كانوا يحبوا الناس يحبوا الفنانين، وكان كيبغي كل شيء يكون المستوى العالي في التشخيص. رحمه الله ورحم الناس أجمعين. إن الله وإن إليه راجعون. هم السابق ونحن اللاحقون. عزاؤنا واحد. اللي نقدر نقول لكم الأسرة الفنية والعالم العربي، ماشي غير في المغرب، العالم العربي ضاعف فنان، فنان هرم، فنان كبير، فنان ما كيتعوضش، فنان ما كيحنيش راسو، فنان ما كيطلبش، فنان شنو نقول لكم، قمة في الثقافة، قمة في التواضع، قمة في الأدب، قمة في الحنان، قمة. يا ربي ترحمه، يا ربي ترحمه وتغفر له وتبتعد عن السؤال. آخر لقاء جا عندي زارني وبقى التليفون بيننا يعني تقريبا نهار إيه نهار لا، كيعيط ليا وملي الا ما جاوبوش وجهك يقول لي راه كنتخلع عليك، ما كنعرفش كريز، واش جاتك كريز ولا ما جاتك كريز، وانت بوحدك في الدار، واش ولدك كاين، واش ولدك. بقيت جاوبيني، كنقول له واخا الحاج واخا الحاج، كيقول لي وصافي ماما وما تبكيش ماما. الله يرحمه. يا ربي امين، انا لله وانا راجعون. امين امين امين.